يقول أنا مطمئن لديني ولله الحمد، وكيف يمكن الرد على هذا التساؤل؟ وهو كيف يكون الكفار في الدنيا في ضيق وضنك وهم يعملون وينتجون السيارات والطائرات ويطورون كل سبل التكنولوجيا حتى صارت الحضارة لهم، فالذي يكون في ضيق وضنك من العيش يصعب عليه العمل فضلا عما وصلوا إليه من حضارة والتكنولوجيا؟ نرجو التعليق. أما الحضارة فلم يصلوا إلى حضارة أبدا، هذه يعني أمور دنيوية، أما الحضارة فلا تكون أبدا بزواج الرجل من الرجل والفساد الأخلاقي والانحطاط الذي عند هذه ليست حضارة. أما تقول تقدم تكنولوجيا، هذا نعم تقدموا في هذا، وبعض ما كان عليه الفراعنة وغيرهم يعني قد يفوق هذه الأشياء في أمور لم يكتشفوها إلى الآن. فالقصد أن هذه كما قال الله تبارك لا يغرنك تقلبهم في البلاد، تقلب الذين كفروا البلاد، هذا من تقلبهم في البلاد هذا لا يضر أبدا، وإنما الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب سبحانه وتعالى. فكونهم يصنعون الطائرات يصنعون السيارات هذا ليس دليل على أنهم على حق أبدا، بالعكس قلوبهم خاوية، يعني العاطفة والروح والاطمئنان ما عندهم هذا. ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطان فهو له قرين، هذه لا توجد عندهم، خواء روحي في الغالب عند أكثرهم أو كلهم. فالقصد أن قضية وجود هذه السيارات والطائرات وأنهم يمرحون ويضحكون غير صحيح. شوف الذين أسلموا منهم كيف يتكلمون عن أحوالهم لما كانوا مع الكافرين، وكذلك انظر إلى حياتهم. الإنسان يصل إلى مرحلة ثم ينتحر، على ماذا؟ لو كان سعيدا ما انتحر. فلا كل حال الإنسان لا يغتر بوصول إلى مثل هذه الأمور. بلاد فارس والروم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متقدمين جدا في صناعاتهم وقواتهم وكذا، ومع هذا أهلكهم الله تبارك وتعالى، والله المستعان.